يقول هذا السائل: فضيلة الشيخ، أنا أعمل في محل لبيع المعسل، هل هو حرام حيث بحثت عن عمل آخر لطلب العيشة ولم أجد؟ جزاكم الله خيرا. تصنيع المعسل هذا كذب، ليس معسلا، العسل طيب، وهذا مخبث، يسمى مخبث، كان هو الاسم اللائق، وهو حرام لا يجوز، لأنه مفكر، هو أشد من الدخان، وقد كادت كلمة العلماء أن تجمع على تحريمه. فالمعسل اللي يسمونه مخبث هو أشد من الدخان. نعم، جزاكم الله خيرا. وأما أنك تقول ما وجدت، هذا ليس بصحيح. الله جل وعلا وسع الأرزاق ومجالات الكسب، ولكنك لم تبحث. والله جل وعلا يقول: من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب.